بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الأنشطة ديال التقويم والدعم الخاصة بالوحدة الثانية، وحدة التربة، الأسبوع 11 من مرجع منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذن في هذا الفيديو غادي نديروا الأنشطة ديال الصفحة 31 والصفحة 32 من الكتاب المدرسي. إذن نبداو على بركة الله التمارين ديالنا. أولا تقويم المكتسبات. إذن السؤال الأول، أملأ الفراغات بما يناسب: حيوانات صغيرة، هواء دقيقة، ماء معدنية، الفطريات عضوية. إذن الجملة الأولى، تتضمن التربة مكونات ومكونات كما يوجد بها كذا وكذا. إذن كما درسنا في الحصص السابقة من دروس وحدة التربة أن التربة تتضمن مكونات عضوية ومكونات معدنية. إذن سأكتب عضوية ومكونات معدنية. إذن مكونات عضوية ها هي، ومكونات معدنية هي هذه. كما يوجد بها ماذا؟ يوجد بها ماء وهواء. ماء وهواء، ضرب على ماء وهواء، تبقى لنا حيوانات صغيرة دقيقة، الفطريات تعيش بالتربة كائنات حية. إذا نحن كنعرفوا بأن التربة كتعيش بها مجموعة من الحيوانات ومجموعة من الكائنات الحية، منها ماذا؟ منها حيوانات صغيرة، حيوانات صغيرة يعني قدها صغير يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وأخرى وحيوانات أخرى ماذا؟ دقيقة، دقيقة يعني القد ديالها صغير لا ترى بالعين المجردة لكن ليست صغيرة جدا، كما توجد بها كائنات دقيقة جدا. إذا كاين حيوانات صغيرة ترى بالعين المجردة وأخرى دقيقة، وكذلك توجد بها كائنات دقيقة جدا، مفهوم؟ دقيقة جدا، كالفطريات، كالفطريات، الفطريات، كالفطريات، مفهوم؟ إذا تعيش بالتربة كائنات حية، منها حيوانات صغيرة وأخرى دقيقة، كما توجد بها كائنات دقيقة جدا كالفطريات والبكتيريات، مفهوم؟ إذا هذا هو السؤال الأول في هذا التقويم والدعم. السؤال الثاني، Je classe les êtres vivants en photo en écrivant leur numéro dans l'étiquette convenable. Donc هاد لي زانيمو اللي كاينين في الصور غادي نصنفهم هنا، سواء دي بوتيز انيمو او بيان دي زانيمو دو فين تاي او بيان دي ميكرو اورغانيزم. داكور، اذا هنايا دي بوتيز انيمو هما الحيوانات الصغيره، دي زانيمو دو فين تاي هما الحيوانات الدقيقه، ودي ميكرو اورغانيزم هما الحيوانات او الكائنات الحيه الدقيقه جدا. داكور، الدقيقه جدا، ميكرو اورغانيزم. اذا نبداو بالحيوان الاول، كولومبول. اذا هنايا هذا حيوان دو فين تاي، داكوغ، رقم واحد. ثانيا، فيغ دو تيغ. فيغ دو تيغ هي حيوانات صغيرة يعني يمكن أن ترى بالعين المجردة. ثالثا، كلوبورت، حمار قبان. إذا حمار قبان يصنف من لي بوتي زانيمو، داكوغ، الحيوانات الصغيرة. ثم أكارين، أكارين حيوانات الدقيقة، لي زانيمو دو فين تاي. ثم كتبقى لنا لي شامبينيو، الفطريات، هما دي ميكرو أورغانيزم. Ce sont des micro-organismes. Donc, colimbole et acariennes, ce sont des animaux de fine taille. Vers de terre et cloporte, ce sont des petits animaux. Et champignons appartient aux micro-organismes. نمر الآن إلى النشاط رقم ثلاثة. أضع علامة في في خانة الجمل الصحيحة. إذا غادي ندير علامة في قدام الجواب الصحيح أو الجملة الصحيحة. جميع الكائنات الحية للتربة ترى بالعين المجردة، صحيح أم خطأ؟ إذا في نظركم هل هو جواب صحيح؟ إذا حنايا عاد قلنا بأنه كاين حيوانات مختلفة، حيوانات دقيقة، حيوانات صغيرة، وحيوانات دقيقة جدا. إذا هذه العبارة هذه خاطئة. تساهم ديدان الأرض
في تهوية التربة وتخصيبها. إذا في الدرس ديال الكائنات الحية في التربة تعرفنا على دور ديدان الأرض في تهوية التربة، وقلنا بأنها تلعب دورا مهما في تهوية التربة وتخصيبها وجعلها خصبة، بحيث تساهم في ماذا؟ في تحليل ديك الأوراق ديال الأشجار وجعلها عبارة عن فراش حرجي الذي يتحول إلى دبال، فتصبح التربة خصبة وصالحة للزراعة. إذا العبارة الثانية عبارة صحيح. التربة وسط حي لأنها تحتوي على المواد المعدنية. واش نظركم التربة وسط حي غير حيت كتحتوي على المواد المعدنية؟ لا، إذا هي وسط حي بالضرورة لأنها تحتوي على ماء وهواء وعاد المواد المعدنية والمواد العضوية. إذا هذه الإجابة أو هذه العبارة خاطئة. تحلل البكتيريات والفطريات المواد العضوية للفرش الحرجي وتحولها إلى دبال. إذا الفطريات والبكتيريات تحلل المواد العضوية للفرش الحرجي وتحولها إلى دبال، تصبح دبالا فتساهم في تخصيب التربة. إذا الإجابة هنا إجابة صحيحة. التربة الرملية هي التربة الأقل نفاذية للماء. إذا هذه العبارة كتقول بأنه هذه التربة الرملية هي التربة اللي ما كتدوش الماء بزاف، دونك العكس صحيح. حنا في التجربة اللي درناها في النفاذية ديال التربة الرملية والتربة الطينية والتربة المختلطة تبين بأن التربة الرملية هي الأكثر نفاذية. إذا هذه العبارة خاطئة. الدبال مادة عضوية غنية بالعناصر المعدنية. إذا الدبال هي مادة عضوية غنية بالعناصر المعدنية التي تساهم في تخصيب التربة. إجابة صحيحة. التربة المختلطة تتوفر على كمية كبيرة أو هامة من المواد العضوية. صحيح. إذا تعرفناها عندما قارنا من خلال جدول، قارنا التربة الطينية والتربة الرملية والتربة المختلطة، وتبين لنا بأن التربة المختلطة تحتوي على مواد عضوية مهمة مقارنة بالتربة الرملية والتربة الطينية. نمر الآن إلى النشاط رقم 4. أصنف الممارسات أسفله بوضع حروفها في خانات البطاقة المناسبة. إذا ألف، إذا شنو غادي نديرو؟ عندنا مجموعة من الحروف هنا تعبر عن ممارسات، وغادي نصنفها إما ممارسات مفيدة للتربة والبيئة أو ممارسات ضارة بالنسبة للتربة والبيئة. إذا ألف، الرعي الجائر، هل هي ممارسة مفيدة للتربة والبيئة أم ممارسة ضارة بالنسبة للتربة والبيئة؟ إذا دونك راها واضحة، ألف غادي نكتبوها في ممارسة ضارة بالتربة لأن الرعي الجائر كيأثر على الغطاء النباتي اللي كيأثر على التربة. باء، التشجير، التشجير هي ممارسة مفيدة تساهم في جعل التربة قوية وتحفظ التربة من الانجراف. إذا باء ممارسة مفيدة. جيم، الزراعة في مصطبات، إذا حتى هي ممارسة مفيدة كتخلي التربة متراصة. دال، الاستعمال المفرط للأسمدة المعدنية، خطأ، هذا كيساهم في تدمير التربة. هاء، إنجاز مصدات للرياح، نعم هي اللي كتساهم باش ما كيوقعش الاقتلاع ديال الأشجار، إذا ممارسة جيدة. واو، رمي النفايات فوق التربة، إذا هي ممارسة ضارة. ثم الممارسة الأخيرة، الري قطرة قطرة، يعني ليغيغاسيون غوت ا غوت، دونك هذه ممارسة مفيدة للتربة والبيئة. وبهذا غنكونو كملنا النشاط رقم 4 وكملنا فقرة تقويم المكتسبات. الآن غادي نمرو للفقرة الثانية وهي تقويم توليفي، تقويم توليفي. دونك بور ميتر اون ايفيدونس لي ترانسفورماسيون سوبي بار لا ليتيير، اون رياليز لا مانيبيلاسيون سويفونت، باش نشوفو التغيرات وداك التحولات اللي كتوقع للفرش الحرجي. غادي نديرو التجربة الثانية. اون مي دون دو بواط ان اي دو اون فوي دارب اي اون لا ركوفر بار ان سول نورمال، بواط اون et par un sol qui a été soumis à une température très élevée, 100 degrés Celsius, pendant une heure, boîte 2. Donc, on a fait deux boîtes, on a fait un peu de tourbe, et on a fait une feuille d'arbre, une feuille d'arbre. Donc, هذه la boîte الأولى فيها تربة عادية، la boîte الثانية فيها تربة معرضة إلى حرارة عالية 100 درجة دوغري سيليسيوس، دونك هنايا فيها حرارة عالية. دونك هذه هي المرحلة الأولى ديال التجربة. Je décris le résultat de cette manipulation en complétant chaque phrase par l'une des expressions suivantes.
rester intact ou bien décomposer partiellement. Donc, nous allons nous نتائج ديال هذه التجربة خلال التتمة ديال هذه الفراغات باش نكملهم غنكملهم بريستي انتاكت ولا ديكومبوزي بارسيلمون. ريستي انتاكت يعني زعما بقات هي هي وديكومبوزي بارسيلمون يعني بدات كتحلل. فهم دون لا بواط اون لا فوي اي لاحظ بواط اون هي هذه شو كيفاش ولات في لا فان دو لا مانيبيلاسيون عند نهاية التجربة لاحظوا الورقة بدأت في التحلل بينما في لا بواط 2 كيبان بانه موقع لا تقريبا والو. دونك دون لا بواط اون لا فوي اي ديكومبوزي بارسيلمون ديكومبوزي بارسيلمون داكور. اي دون لا بواط 2 لا فوي اي دونك شنو وقع لا فوي في لا بواط 2 بقات هي هي ريستي انتاكت rester intact. D'accord. 2. Je détermine les agents responsables des transformations de la feuille dans la boîte 1 en mettant une croix dans la case convenable. Donc, radin dir croix dame l'agent ou bien le facteur. Dak l'amil li khlad dak l'waraqa dial l'shajara f la boîte 1 waqa' la wahed décomposition partielle. Donc, on a adna les constituants organiques du sol ou là les êtres vivants du sol ou bien les constituants organiques du sol. Donc, on a qulna f doros dial had l'wahda بأن الكائنات الحية هي التي تساهم في ماذا؟ في تقطيع وتحليل أوراق الأشجار. إذن هنا الإجابة الصحيحة هي هذه les êtres vivants du sol هما اللي خلاو هما المسببين ديال transformation de la feuille dans la boîte 1. فهم 3. J'explique le résultat obtenu dans la boîte 2 en complétant la phrase par ce qui suit. Donc غادي نشرحوا النتيجة اللي وقعت في la boîte 2 وذلك بملء هذه الفراغات. مفهوم ملء الفراغات بلا تمبيراتور الحراره tuer c'est-à-dire تقتل او قتلت les êtres vivants كائنات الحيه. La feuille est restée intacte donc la feuille بقات هي هي car علاش car les êtres vivants car les êtres vivants du sol en étaient donc هاد الكائنات الحيه ديال لو سول شنو وقع لها وقع لها انها ماتت tué donc du sol en était tué تقتلت par donc ماتت باش بداك température élevée d'accord بداك température élevée بداك الحراره المفرطه العاليه la température donc température هي اللي خلات داك الكائنات الحيه يموتوا وهي اللي خلات الكائنات الحيه ما درتش دورها باش بقات الورقه هي بقات ريستي ان انتاكت دونك تري الفي ا لاكيل ا ايتي سومي لو سول دون لا بواط 2. دونك وبهذا كنكونو كملنا الانشطه ديال الصفحه 31. الان انتو لا باج الصفحه 32 النشاط 2 القمح والذره يفقران التربه من العناصر المعدنيه بينما تعمل القطاني كالفول على إغنائها بهذه العناصر. قام مزارع بتقسيم أرضه إلى أربعة أجزاء وزرع فيها القمح والذرة والفول لسنتين متتاليتين كما هو مبين في الرسم جانبا. إذن هنا كيقولون بأن القمح والذرة كيخليوا التربة فقيرة من العناصر المعدنية ولكن بالنسبة للقطاني يعني كالفول تساهم في إغناء التربة من العناصر المعدنية. إذن بحيث قام مزارع بتقسيم أرضه مشان داك الارض ديالو قسمها على اربعه وزرع فيها القمح والذره والفول لسنتين متتاليتين وزرع فيها القمح والذره والفول لسنتين متتاليتين عامين مده عامين كما هو مبين في الرسم جانبه. هنا السنه الاولى هذه السنه المواليه هنا دار الذره في السنه المواليه دارها هنا هنايا دار الفول في السنه المواليه تو فين دارهم هنا القمح السنه الثانيه شنو فين دارهم الجزء الغير مزروع تشوف فين كان تشوف فين ولا. دونك هذا هو الجزء الغير مزروع في السنة الموالية. ألف أوضح ما قام به الفلاح. إذا من خلال الرسم يتبين لنا بأن هذا الفلاح قام بتنويع الزراعات يعني قام بعملية تناوب الزراعات بين ماذا؟ بين القطاني وبالضبط الفول والقمح والذرة
Donc, قام بعملية تنويع أو تناوب الزراعة. دونك دار التناوب الزراعي. دونك التناوب الزراعي يعني مثلا هنايا درت الذرة هذا العام، العام اللي ماجي غادي نديرها في بلاصة أخرى، وفي ديك البلاصة ديال الذرة غادي ندير مثلا الفول إلى غير ذلك. ب أحدد اسم هذه الممارسة في الميدان الفلاحي. دونك شنو هو الاسم ديال هذه الممارسة اللي دارها هذا المزارع؟ إذا الاسم ديال هذه الممارسة هي الدورة الزراعية. الزراعية داكوغ. دونك الدورة الزراعية يعني معناها هو تناوب الزراعات. الزراعات، تناوب الزراعات، مفهوم؟ جيم، أبين بعض إيجابيات هذه الممارسة. إذا في نظركم شنو هما الإيجابيات ديال هذا التناوب الزراعات أو الدورة الزراعية؟ إذا من أهم الإيجابيات هي زيادة خصوبة التربة، يعني تصبح التربة خصبة وغنية بالعناصر المعدنية، مما يساهم في الزيادة في الإنتاج. دونك هو اللي كيساهمنا في الزيادة ديال الإنتاج. فو دونك الإيجابيات ديال هاد الدورة الزراعية أو التناوب الزراعي هو أن التربة تصبح خصبة وغنية، غنية بالعناصر المعدنية، مما يساهم في الزيادة في الإنتاج، يعني لو غوندومون كيكون كبير. الآن غادي نمروا إلى تقويم نهج التقصي. تقويم نهج التقصي. أجاب تلميذ عن تساؤل مطروح بما يلي: التربة وسط لحياة كائنات حية متنوعة لكونها تحتوي على الماء والهواء والغذاء. أضع علامة في خانة التساؤل الملائم. ألف، تساؤل أول: ما خاصيات الكائنات الحية التي تعيش في التربة؟ التساؤل باء: ما هي مكونات التربة؟ جيم: ما خاصيات التربة التي تسمح للكائنات الحية بالعيش فيها؟ إذا في نظركم فين هو السؤال ديال التقصي اللي الجواب ديالو هو ده التلميذ هذا؟ إذا هو جواب قال بأن التربة وسط لحياة كائنات حية متنوعة لكونها تحتوي على ماء وهواء وغذاء. دونك في نظركم فين هو السؤال ديال التقصي الملائم؟ السؤال ديال التقصي الملائم هو هذا: ما خاصيات التربة التي تسمح للكائنات الحية بالعيش فيها؟ هو ذكرهم وقال بأنهم هما الماء والهواء والغذاء، مفهوم؟ بالنسبة لهذه الشبكة التقويم ما كتهمكمش، غادي نمروا ديريكتومون الأنشطة دائمة، مفهوم؟ نمروا الأنشطة دائمة. نبداو بالسؤال الأول: أضع علامة في خانة الجمل الصحيحة. دونك غادي ندير علامة قدام الجواب الصحيح. ألف، تتوفر التربة الطينية على نفادية مرتفعة، يعني كتنفذ الماء بزاف. بالعكس، عندما أنجزنا التجربة تبين لنا بأن التربة الطينية هي التربة الأكثر حفاظ على الماء، يعني لا تسمح بالماء بالنفوذ، يعني هي الأقل نفادية. إذا العبارة خاطئة. ب، الرياح والمياه الجارية عاملان من عوامل حث التربة. نعم، إذا الرياح والمياه الجارية كتساهم في ماذا؟ كتساهم في حث التربة. إذا عبارة صحيح. جيم، يساهم تناوب الزراعات في إفقار التربة من العناصر المعدنية. عكس ذلك، احنا عاد شفناها في النشاط اثنان من هذه الصفحة، وتبين بأن تناوب الزراعات تساهم في إغناء التربة من العناصر المعدنية. إذا العبارة خاطئة. دال، تساهم التربة في إنتاج الثروة الحيوانية. واش نظركم التربة كتساهم في إنتاج الثروة الحيوانية؟ إذا صحيح. كيفاش كتساهم هذه التربة في إنتاج الثروة الحيوانية؟ دونك كتساهم بهذه الطريقة، هو أنه كنزرعوا في ذاك الأرض مثلا الحبوب فتعطينا منتوجات زراعية التي تستهلكها الحيوانات فتعطينا ثروة حيوانية. إذا تساهم التربة في إنتاج الثروة الحيوانية، صحيح. نمر الآن إلى نشاط رقم 2: أملأ الفراغات بما يناسب. الزراعة المستدامة، الري المنتظم، السماد العضوي، الممارسات الضارة، التنوع البيولوجي. للحفاظ على البيئة ينبغي تفادي جميع ماذا؟ جميع الممارسات الضارة. الممارسات الضارة بالتربة واعتماد ماذا؟ واعتماد الزراعة المستدامة. الزراعة المستدامة التي تستخدم فيها تقنيات تحافظ على التربة. دونك كنديروا فيها تقنيات كتحافظنا على التربة، وعلى ماذا؟ وعلى التنوع البيولوجي. البيولوجي، دونك كتحافظنا على التربة وكذلك على التنوع البيولوجي، منها ماذا؟ منها الري المنتظم.
الري المنتظم والحرث الجيد واستعمال ماذا؟ استعمال السماد العضوي. نستعملوا السماد العضوي، ما نستعملوش الممارسات اللي كتضر النباتات وكتضر التربة وكتضر المحصول الزراعي بصفة عامة. مفهوم؟ نمر إلى السؤال الثالث والأخير. Je relis par un trait chaque expression du groupe 1 à la phrase correspondante dans le groupe 2. Donc, هنا غادي نصيلو بخط الكلمات الموجودة في الجروب 1 مع الكلمات الموجودة في الجروب 2. Le surpâturage, الرعي الجائر. واش il protège le sol contre l'érosion dans les zones en pente. واش كيحافظ على التربة من الحت. Il détruit la couverture végétale et appauvrit le sol. Donc, يدمر الغطاء النباتي. Donc, صحيح. Donc, le surpâturage كيدمرنا الغطاء النباتي. Le boisement هو التشجير. دونك هاد التشجير كيساهم لنا في الفيكساسيون ديال لو سول والتماسك ديالها كيرجعها متماسكه. واخيرا لا كولتور اون بونكيت يعني الزراعه في مصطبات. الزراعه في مصطبات كتبروتيجي لو سول كونتر ليروزون يعني كتحمي التربه من الحت. اذا وبهذا كنكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بانشطه التقويم والدعم ديال الوحدة الثانية وحدة التربة. ألقاكم في فيديوهات أخرى إن شاء الله مع الوحدة الثالثة. كنتمنى أنكم تزيدوا الدعم قناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس لكي تصلكم جميع الفيديوهات التي أقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.